هو بوجه عام احنا عندنا ملمح للسلوك الطبيعي بيفضل مستمر مع الطفل طول الوقت. تمام. بالنسبة للشقاوة الطبيعية، انا بقول على الطفل ان ده طبيعي وما بيعملش اي حاجة زيادة. لو هو طول الوقت بيملى وقت فراغه بالشكل اللي حضرتك بتقوله، بشكل تفريغ الطاقة، يعني مثلا طول الوقت بيمارس رياضات، بيلعب العاب مع اصحابه، بيشغل مثلا، بيتعلم حاجة جديدة، بيلعب كورة، يخلص لعب كورة يلعب سباحة، يخلص سباحة يلعب جري، وهكذا. ده طفل شقي، بس دي الشقاوة الطبيعية او ده السلوك الطبيعي. ده هايل جدا، وده اللي احنا دايما بنقول ان الاب والام لازم يحافظوا على ان الطفل من بداية ما يبدأ يتحرك او يبدأ يخرج يتعامل مع اطفال لازم هرد بقى يوجهوه ان لو هو تولي يلعب. جزء من الكلام ده هنا. لو الاب والام من بداية ما الطفل يبدأ يتحرك، يا ريت يا ريت توجهوه ان هو يلعب او يمارس رياضة بعينها. لازم تمام. يروح النادي او يروح الساحة الشعبية، يروح مركز الشباب، ينزل الشارع يلعب مع اصحابه. دلوقتي بقت ممارسة الرياضات اكثر سهولة عن ذي قبل، فيقدر يلعب اي رياضة. المهم ان انتوا تحافظوا على ان هو يلعب رياضة بشكل منتظم وبشكل مستديم. تمام. يعني احنا بنقول ان احنا نخلق البيئة اللي بتخليه يطلع الطاقة او الباور ده في حاجة تفيده، وفي نفس الوقت الحاجة اللي تخليه ما يطلعهاش في وسائل اخرى من احنا بنقول تفريغ ان الطاقة دي. احنا الاسرة بتهيأ له الجو ده، الاسرة بتوجهه للاتجاه اللي هو لازم يفرغ فيه طاقته. لان بالاساس المرحلة العمرية دي هي اكتر فترة الطفل فيها بيكون عنده طاقة، او اكتر فترة بيكون الانسان فيها عنده طاقة. الطاقة دي لو ما خرجتش بشكل سليم في مكانها الطبيعي، تمام. بتخرج بشكل غير سليم في اتجاهات اخرى. يعني ان انا كأب او كأم او الاسرة بشكل عام لو ما بتوجهش الطفل ان هو يمارس رياضة او يعمل حاجة يفرغ فيها طاقته او يمارسها اغلب اليوم وهو بيحبها، هلاقي الطفل ده مع الوقت اصبح عنيف، اصبح عدواني، او بيحاول يتعلم حاجات تانية زي التدخين، زي ان هو يصاحب ناس اكبر منه، واحيانا الغالب في ده ده بيروح حقيقي. لرفقاء سوء، فطبعا بتكون النتائج كارثية.